السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين البنات؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في عالم نوال للوصفات مرة أخرى. كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واليوم بغيت نحضر معكم واحد ثلاثة ديال المقبلات اللي ساهلين، ومازال إن شاء الله غادي نبقاو في إطار المقبلات، وغنبقاو نديرو مع الخضر دابا اللي موجودة، غادي نبقاو نديرو إن شاء الله كاع المقبلات ديال القوق، ديال اللوبيا، ديال المهم أي حاجة إن شاء الله غادي نديرو. اليوم بغيت نبدا معكم بأول مقبلات اللي غيكونوا معنا بالبطاطا. هاي ما شديتها نقيتها وغسلتها وقطعتها على هذا الشكل، وخيزو قسمته على جوج حيت ليه القلب ديالو وقطعته حتى هو على هذا الشكل، وهذه القرعه كورجات حتى هي شديتها وقطعتها كتهي على هذا الشكل. وغادي نشدهم هاد العناصر كلهم، غادي نبخر كل وحده بوحدها، وغادي من بعد غادي نتلاقاو باش نوريكم المقادير اللي باش غادي نصوطيوهم صافي، وغادي تكون عندك مقبله ساخنه ان شاء الله. من بعد ملي غادي نورجد المقادير التاليه غادي نتلاقاو باش نشوفوها ان شاء الله. هنا رجعت لكم البنات من بعد ما بخرت هاد العناصر اللي هي البطاطا وخيزو والقرعه. انا غنزيد اليوم واحد المقبله حتى هي اللي هي غتكون مقبله رابعه، غندرتها بالفلفله مشويه. دابا شويه الفلفله ونقيتها وقطعتها هكا على شكل مربعات، حتى هي غتكون عندنا مقبله. غادي نبداو اول حاجه، غنبداو بهاد المقبله الاولى. غادي ندير اول حاجه غندير هاد القريعه، هانتوما كتشوفوا غندير معاها شويه ديال قزبر ومعدنوس، شويه غندير معاها شويه ديال الثومه، ها هي غير شويه كميه، شويه بحال نص معلقه صغيره ديال الثومه باش ما تجيناش مجهده. وغندير معاها شويه ديال الكمون وشويه ديال البزار صافي. وغادي نزيد شويه ديال الملحه. المهم انا حيت بالنسبه ليا قبل ما نبخرهم درت لهم الملحه، دابا راني جاوني بنان، ولكن اللي ما جاوش هما هذوك في الملحه راه غادي تزيدي شويه الطريقه ديال الملحه. ومن بعد غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون، حساب جمعه كبار ديال زيت الزيتون تقريبا. غادي نشحر هذا الشيء كامل فوق البوطه، غادي نصوطيها مزيان صافي، وغادي نحطها كمقبله. هذه المقبل بالنسبه للمقبله الاولى. هاد العناصر اللي درت غادي نديرها حتى البطاطا، وغادي نديرها حتى الخيزو. المهم هادشي كلشي غنشوفو مع بعضياتنا. وبالنسبه للفلفله، هادي كتسمى تكتوكه ديال الفلفله. بالنسبه للفلفله كندير شويه ديال زيت الزيتون، ها هو كندير شويه ديال الثومه، وكنتمنى ان التصوير يكون واضح. كندير شويه ديال الثومه، ها هو كندير بصيله خضاريه هكا مقطعه مربعات، كندير شويه ديال القزبر ومعدنوس هكا مقطعين، قياس ديال معلقه كبيره تقريبا صافي. وكندير هكا مطيشه هادي مقطعه رقيقه، غير مطيشه وحده مقطعه رقيقه صافي. وكنتبلوها هكا بشويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، هذه راه تكتوكه بلديه، شويه الكمون. كندير طريقه ديال الملح حتى هي، صافي. وكنزيد شويه ديال التحميره، اللي بغات يدير التحميره راه كيديرها، واللي ما بغاش راه تيستغنى عليها، ولكن هي راه كتجي بالتحميره كتجي زوينه بزاف. كنشحروا هاد العناصر كلها كامله، كنشحروها فوق البوطه مزيان حتى كتشحر لينا، ومن بعد كنزيدوا الفلفله، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالها الاخير. ها هما الاطباق ديالنا من بعد ما وجدناهم. ها هو المقبله ديال القرعه، المقبله ديال الخيزو، وهذه تكتوكه ديال الفلفله مشويه، وهذه بطيطه كيف ما شفتوا. راه كلهم صوتيناهم بنفس الطريقه اللي شفتوا، وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم والرضا ديالكم، وكنتمنى انكم كلكم تزيدوا في الاشتراك وفي لي لايك ان شاء الله. وكنتمنى ان هاد المقبله ديالي يكونوا عجبوكم اليوم وتجربوهم، راه زعما زوينين زوينين بزاف، وشهيه طيبه. وشكرا لكم كاملين، والسلام عليكم الى فيديو قادم.